في سؤال دايما انت بتحاول تسأل نفسك بعد كل مباراة، هل الجمهور اتفاجئ بالمستوى اللي الفرقة بتاعتهم قدمته؟ يعني مثلا المنتخب المغربي قدم أداء سيء قدام المنتخب الغاني، في شريحة كبيرة جدا متفاجئة وفي شريحة كبيرة جدا الأداء السيء ما عجبهاش، مع انهم لو رجعوا لورا شوية هيكتشفوا ان المنتخب المغربي بيلعب ماتشات على مراحل، يعني الماتشات اللي قدام الفرق القوية بيلعبها بطرق دفاعية، طرق دفاعية بيحاول ان هو يعمل اتزان دفاعي وبيحاول يلعب على المرتدات وبيحاول يستغل جزئيات صغيرة في المباراة تخليه يطلع كسبان المباراة بأي نتيجة، ما بيجيبش هدف وبيروح يحاول يسجل الهدف التاني، ده المنتخب المغربي ودي الهوية الناقصة مع وحيد خليلزيتش، لأن وحيد خليلزيتش حتى الآن كنا متفقين إن هو مش عارف يعمل هوية للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي مع وحيد خليلزيتش كل مباراة بطريقة لعب، كل مباراة بلعيبة، كل مباراة بتشكيلة، فأنت لما بتتكلم على إن أنت اتصدمت من الأداء السيء اللي كان موجود عليه المنتخب المغربي النهاردة قدام المنتخب الغاني، فده معناه انك تتفرج على فرقه تانية خالص من فتره طويله، لان المنتخب المغربي بيقدم اداء سيء بقاله فتره بس بيقدم نتائج كويسه، المنتخب المغربي بيقدم ماتشات كويسه على فترات فترات بس 25 30 دقيقه في ال 90 دقيقه بتلاقي المنتخب المغربي بيقدم كره جميله، وده تقريبا بعد ما بيسجل الهدف الاول والهدف الثاني، انما المباريات اللي بتكون شائكه المنتخب المغربي مش بيقدم فيها كره جميله، ففي ناس كتيره جدا بصراحه دهشوني وفاجئوني ان هم كانوا متخيلين ان المنتخب المغربي في ظل كل الغيابات دي هيقدم جيم ممتع قدام المنتخب الغاني، على اي اساس هم كانوا متوقعين كده مش عارف، وفي ناس كانت بتقول لك نتكلم تكتيك، تكتيك ايه؟ انتوا عارفين كويس جدا ان وحيد خليلزيتش نازل المباراه بيلعب بجيم اتزان دفاعي وبيحاول ان هو يقفل المساحات على المنتخب الغاني، والمنتخب الغاني بيقفل على وحيد خليلزيتش الجيم، فمفترض ان احنا هنتفرج على مباراه ممله، مباراة مملة ما فيهاش شغل تكتيكي، هيقول لك لا ده في شغل، في شغل تكتيكي عالي، ما كانش في شغل تكتيكي عالي ولا أي حاجة، كان في فرقتين خايفين من بعض، ده خايف من ده وده خايف من ده، والنتيجة انتهت ازاي؟ كرة لوشت خبطت راحت لسفيان بوفال حطها في المرمى، لا أكثر ولا أقل. الموضوع عادي بيعدي، ليه؟ لأن دي ماتشات تحسين نقاط. بيبقى مشكلة إمتى؟ في الماتشات اللي مفترض إن هي إقصائية. ماتشات الاقصائيه اللي انت بتقدم اداء سيء فيها وبتعمل معاك نتيجه سلبيه بتكون مشكله، وبتكون مشكله اكتر لو الجمهور جاي وعامل حسابه ان هو يتفرج على كوره، فاعتقد ان اغلب الفان للمنتخب المغربي، اغلب الجمهور للمنتخب المغربي جاي عارف كويس قوي هو يتفرج على المباراه عامله ازاي. ما اعتقدش ان في ناس كتيره كانت متابعه المنتخب المغربي الفتره الاخيره جت واتصدمت. الناس اللي جايه كانت متخيله المنتخب المغربي هيقدم وهيعمل وهيسوي، لا المنتخب المغربي حتى ظروفه الحاليه لا تتيح ليه ان هو يلعب كره جميله، المنتخب المغربي كان عايز يعمل ماتش مع بوركينا فاسو ودي الماتش اتلغى، كان عنده عناصر اساسيه مؤثره الفتره الاخيره مش موجوده حاليا، فالمنتخب المغربي كان بعيد كل البعد ان هو يقدم مباراه جميله. فتره طويله مش بيقدموا كره جميله، فتره بيعتمدوا على لعيبه، اللعيبه دي غابت. فانت متخيل المنتخب المغربي هينزل قدام المنتخب الغاني يلعب مباراه جميله وان سايد جيم؟ الكلام ده في خيالك انت، الكلام ده مش موجود على ارض الواقع، الكلام ده ممكن يزعل بس الكلام ده هو الطبيعي والمنطقي، لولا تصدي ياسين بونو النهارده المباراه كان ممكن المنتخب المغربي يخسرها عادي، المنتخب المغربي ما ضيعش كتير، المنتخب المغربي فيه فرصه واحده بس ضيعها بعد الهدف الاول وكانت في الدقيقه 90، فاحنا بنتكلم على ايه؟ تشكيله غلط؟ وحيد خليلزيتش بقى بيعاني الفتره الاخيره من موضوع التشكيلات وبيعاني من القناعات الفنيه اللي هو وحده مقتنع بيها، فانت لما بتتكلم على منتخب كل الظروف بتقول ان هو مش جاي يقدم كره جميله تقبلها، تقبلها وما تزعلش، واعمل حساب ان في ناس زي حالاتك كده موجودين في المنتخب المصري والمنتخب التونسي جايين عاملين حسابهم ان هم مش بيتفرجوا على كره جميله، فارجوك تعال معانا واتفرج واعقلها بالعقل كده، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. ياما قدمنا كره جميله وما عملناش اي حاجه، يمكن لو ما نقدمش كره جميله نعمل حاجه. المنتخب المغربي زمان كان بيقدم كره جميله وابداع في الادوار الاولى كان يطلع بعد كده بيطلع، المنتخب المغربي زمان كان بيبقى مرشحين دلوقتي مش مرشح، دلوقتي مش بجد والله دلوقتي مش مرشح لان كلنا عارفين الفتره الاخيره كانت عامله ازاي، فانت صعب انك ترشح منتخب المغرب ان هو يروح لحته بعيده، وسبحان الله يمكن ترشق المره دي، بقالنا كتير بنقول المغرب مرشح ما بيعملش حاجه، يمكن الفتره اللي المغرب فيها مش مرشح يقدر ياخد البطوله. لعجبك الفيديو بعد كل الكلام ده فانت والله برنس ومعلم، ولو ما عجبكش فبراحتك بقى برو، هذا رأيي.